تغطيتنا مشاهدينا الكرام لتمرين فريق الملكي بالدمام، ومعي في هذه اللحظات أحد نجوم فريق الملكي الكابتن محمد بلقيث. كابتن محمد، رحب فيك عبر شبكة الفارس العالمي. هلا بك الله. كابتن محمد، ودنا تحدثنا عن استعدادات الفريق للموسم الحالي. والله يا وشي، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحب أشكر شبكة العالمي تغطية تمرين فريق الملكي، وهذا شيء جيد للفريق. ومن ناحية استعدادات الفريق، الفريق إن شاء الله أنه بادي من بداية الموسم استعدادات تمارين مباريات، يعني إحنا ماشيين ستيب باي ستيب يعني، وإن شاء الله الأيام الجاية تشوفون فريق الملكي إن شاء الله. كابتن محمد، كلمة تقدمها للجمهور سواء عنك كلاعب بشكل خاص أو عن الفريق الملكي بشكل عام، يعني حاجة خلينا نقول تبغى توصلها الجماهير، تقول لهم انتظروها يعني. أحب أقول للجماهير إن شاء الله فريق الملكي قادم بقوة يعني هالسنة، يعني ممكن إحنا قدمنا في السنوات اللي راحت دخلنا كذا دوري ووصلنا، زي ما تقول في البداية حطينا لنا اسم مع فرق الدمام، وإن شاء الله يعني خطوة خطوة نبدأ على قولتهم، يعني لا تأكل بيدينك ثنتين تغص، يعني وإن شاء الله الموسم هذا نوعد الجمهور وبالبطولات إن شاء الله. ومن ناحية خاصة يعني توعد الجمهور إن شاء الله بمستوى مميز الموسم الجاي؟ نقول إن شاء الله، يعني كل لاعب يعني لازم إنه يجي فترات دروب في المستوى، ونوعد الجماهير إن شاء الله. عندي أنا إن شاء الله إنه بيشوفون محمد يعني في الدواري الجاية إن شاء الله غير. أعطيك العافية كابتن محمد، ونتمنى لك التوفيق. تسلم الله، أنا أعطيكم العافية على الحضور والمشاركة. أعطيك العافية.